عبر عدد من مناهضي التطبيع في المغرب عن رفضهم الكامل لزيارة كانت مبرمجة لرئيس مجلس المستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي إلى إسرائيل. وعلى الرغم من إلغاء الزيارة لأسباب صحية كما قيل، عبر المحتجون عن رفضهم لهذه الخطوة التطبيعية رافعين شعارات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. نعتبر بأن زيارة من هذا المستوى هي رفع في موجة التطبيع الذي نرفضه جملة وتفصيلا، والذي يرفضه الشعب المغربي.